السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برضو رجعت لكم موضوع بخصوص طابعات البنر. طبعا يا أخوان في أسئلة كثير متعددة بتواجهني من الناس إنها بتعاني بشغلة معينة، طبعا هي حلها بسيط مش صعب، بس حبيت أشرح عنها بفيديو طبعا عن طريق الماكينة هذه أنا قاعد بسوي لها صيانة، فراح أشرح عنها الطريقة وكيف تحلوها بسهولة. طبعا الناس بتواجه اللي هو في الطباعة احنا بنسميه مشكلة البخار او نحكي الظل اللي بكون زايد في الطباعة، تمام؟ ممكن يكون عندنا احنا ظل زايد عندنا في الطباعة، تمام، بحرف معين او شكل معين، فبطلع عندك زي البخار او نحكي زي دمعة في الحبر او نحكي زي شادو في الحبر او خيال في الحبر، فبطلع عندك المشكلة هاي. طيب احنا كيف بدنا نحل هاي المشكله يا اخوان؟ موضوع بسيط جدا، فحبيت اشرح لكم عنه بفيديو عشان يعني لا تلجأوا لاي فني ان شاء الله وتحلوها بنفسكم بطريقه سهله جدا. طبعا يا اخوان الاثر اللي بتم في عمليه البخار الزايد اللي بينزل من الحبر او نحكي عمليه اللي هو الشادو اللي بيطلع في الحبر، طبعا يا اخوان حله بسيط. احنا عندنا طبعا هذه قاعده الهيد اللي احنا عارفينها دائما، هذه قاعده الهيد. قاعده الهيد في لها عيارات معينه. طبعا في ناس عندهم اشكال معينه من الطابعات تختلف كليا كشكل، او نحكي كقاعده تختلف، او نحكي كهدين او هد واحد او اربع هدود في قاعده اللي هي الطابعه. طبعا انا بكون عندي عيارات معينه للهد. طبعا يا اخوان انا عندي عيار الهد هذا، هو اذا بتلاحظوا مفتاحين هذول، هذا المفتاح وهذا المفتاح، هذا بعير يمين وهذا بعير يسار. طبعا يا اخوان هذا عيار يعني هم مش حاطينه عبث، هذا عيار اللي هو ارتفاع نحكي الميديا المخصصة في الطباعة. ممكن يكون عندك البنر سميك، ممكن يكون عندك اللي هو الورق خميل او ضعيف او خفيف، ممكن يكون عندك ترانسفير عالي، ممكن يكون عندك ترانسفير واطي، ممكن يكون عندك عدة انواع من الماتيريال عالي او واطي. طبعا هذا بيحدد ارتفاع او نزول الهيد. طيب احنا شو بنقول؟ طب شو سبب هذا الارتفاع او شو علاقته بالبخار او نحكي الظل اللي قاعد بيطلع بالحبر؟ طبعا يا اخوان هذا العيار اذا عليت العيار الى فوق فبكون نسبة بخ الحبر عالية قوية، فبصير عندك النشور في البخار او نحكي توسع في الحبر. إذا ارتفع الهد بصير عندك توسع في الحبر. لاحظوا معي بالضبط، أحسن إحنا رفعنا الهد، تمام، وأجينا نطبع، تمام، بعد ما طبعنا بكون عندي خيالات زي ما حكيت لك. الخيالات هاي بارتفاع الهد، لازم إحنا نوطي الهد. ليش؟ لأنه بخة الحبر بتصير بعيدة عن المادة اللي بنطبع عليها أو الماتيريال اللي بنطبع عليه، فلازم نوطي الهد. بس نوطي الهد ما بيسمح للبخار إنه يتوسع، تمام. إحنا بس نوطي الهد على الماتيريال ما بنسمح للبخار انه يتوسع، فبالطريقه هاي احنا بنخفف قوه الحبر اللي راح تنزل وبعدين تنتشر مباشره على الحبر على الماده او الماتيريال مباشره تنزل عليها، فما بنتشر اللي هو البخار الحبر، تمام. ليش؟ لانه الحبر بنزل من مسامات خفيفه او ضعيفه جدا، اقل من عين الابره، تمام. فهذه شو بتصير؟ بتبخ بخة قوية، بس بخ البخة قوية في بعد الهد عن المادة أو الماتيريال، فبصير عندك زي نسبة في بخار، بس يصير نسبة البخار هاي فبصير خيالات الطباعة على المادة، تمام؟ فإحنا إذا المادة عندنا خميلة أو سميكة فيها سماكة معينة، مثلا زي البنر أو الفليكس في سمكات، تمام؟ نرفع الهد. طبعا ما مننزله إحنا، طبعا الهد في عياره من الشركة بيجي معيار جاهز طبعا، بس أنا عندي ممكن عندي في سمكات عالية، فلازم أتخذها أني أرفع الهد. إذا أنتوا طلع عندكم طبعا خيالات مباشرة، الخيال يا أخوان هو نزول الهد وليس نرفع الهد، مننزل الهد مباشرة إذا طلع عندك الخيالات. إذا حسيت الطباعة صارت ضيقة ما في خيالات، بس ضيقة الطباعة ما بتعطي نسبة معينة من الحبر صحيحة، بترفع الهد سن يعني ترفع الهند سن فقط، شوف سن تحريكه واحده فقط. طبعا يا اخوان في ناس معينه بكون عندها العيار من الجنب من هون او من هون او من فوق، او عيار واحد فقط سنتر وسط، بكون عيار وسط او عيارين بالطريقه هاي،
او عيار امامي، تمام؟ في بعض ماكينات بكون طبعا مفتاح بالشكل هذا يا اخوان، عليه زنبرك بالشكل هذا. طبعا انا عندي عيار اثنين، عندي للجهة اليمين وللجهة اليسار، تمام؟ انا معيرهم على نفس الارتفاع، ما فيهم اي مشكلة. في ناس عندهم العيار من الامام، في عندهم عيار من اليمين، في ناس عندهم عيار من اليسار، وفي عندهم ناس عيار من الوسط فقط، لا غير، عمود واحد فقط. فهذا هو بعير ارتفاع ونزول الهيد. طبعا انا بعير ارتفاع ونزول الهيد وعندي ميلة الهيد يمين او يسار، فبتعدل عندي موضوع الطباعة. طبعا يا اخوان اذا نسبة عندكم الطباعة زي ما حكيت لكم البخار عالي، ترفع عفوا بتنزل الهيد لتحت. اذا عندكم البخار طلع زيادة عن اللزوم بتنزل اللي هو الهيد لتحت، عيار الهيد لتحت. اذا عندك ذاقة الطباعة ما في خيالات، بس ذاقة الطباعة ترفع سن او سنين في الهيد عشان تتوسع معك الطباعة تصير صحيحة، ما يصير عندك اختلاف، بس ترفع وتصير عندك صحيحة بصير عندك النتيجة كالتالي. شوفوا كيف انا مثلا عيرتها، شوفوا الطباعة صحيحة ما في خيالات، شوف الابيض نظيف صافي 100%. انا طبعا بس عيرتها صار صحيح، تمام؟ هاي هي المشكلة اللي بتصير معكم في بخار الطباعة فقط لا غير، هو عيار الهد يا اخوان. طبعا لا بكون مشكلة عندك لا بالهد، ولا بكون عندك مشكلة في الحبر، ولا بكون عندك مشكلة في اللي هو الدنابر، ولا بكون عندك مشكلة في مصفات او شفط الحبر. لا تلعبوا باي شيء، هذول بكونوا صحيحات ما فيهم اي مشكلة نهائيا، فقط لا غير غبار الطباعة يا اخوان او خيالات الطباعة هو عيار الهد فقط، ولا تلعبوا في الهد، بيكون الهد صحيح ما في اي مشكله فيه. المشكله بتتم في الهدود بس فقط اذا طلع عندك لاينات معينه او خطوط معينه في الطباعه بكون عندك في صار تسكير في الهد. اما الخيالات يا اخوان في الطباعه مش خراب، هو عيار الهد فقط. اذا عندك ماتيريال عالي ترفع الهد وبتصير تعمل تيست بتشوف نسبه الحبر ما فيها بخار مباشر او ما فيها ظل مباشر تطبع. طبعا يا اخوان انا في كل طباعه في ماده معينه او ماتيريال معين كستيكر او نحكي بانر او فليكس او نحكي مادة معينة مثلا الميديا او نحكي ترانسفير، انا لازم اعير الهيد في الطباعة. هاي ملحوظة ضرورية، في ناس ما بتعير بتظلها ماشي على نفس الطباعة، في ناس بتكون عندها نحكي نسبة الهيد ارتفاعه مع الـ مع الـ مع القاعدة صحيحة فممكن انها تمشي على كل الماتيريال، في ناس لا لازم تعير الهيد، تمام يا اخوان؟ في مادة معينة لازم تعير الهيد، لا تنسى هذه الطريقة ضرورية، هذه بتطلع لها خيالات الطباعة، بس تعير الهيد مباشرة إلى فوق أو تحت. طبعا الظل أرد أعيد مرة ثانية، الظل هو فقط لازم تنزل الهيد، إذا طلع معك الظل نزل الهيد. إذا عندك ضاقة الطباعة يعني الحبر مش ماخذ محله أو مش ماخذ حقه تحت في الطباعة بدك ترفع الهيد سن أو سنين فقط لا غير. طبعا هاي المشكلة اللي بتواجه الناس في مشكلة الظل، وحبيت أشرح لكم فيها بفيديو، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا منها بالموضوع هذا. لا تنسونا يا أخوان بالمشاركة بالقناة وتفعيل الجرس واللايك للفيديو، إن شاء الله عسى إن شاء الله كل شيء جديد، وإن شاء الله نعطيكم المعلومات الفائدة إن شاء الله لنا ولكم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.